السلام عليكم يا شباب. اليوم راح أعطيكم أداة لكسر قفل الشاشة لمعظم هواتف سامسونج وغيرها. أداة روعة. نبدأ الشرح. ندخل ونفتح البرنامج أو الأداة. نذهب إلى إدارة الأجهزة. نشبك الهاتف عبر الجهاز الكمبيوتر. شوف إذا طلع عندك هم الاندرويد درايفر. بعد توصيل الهاتف باللابتوب انطلع هنا اندرويد درايفر اللي هو ده. اذا حلو، سوف يتم فتح او كسر كلمة قفل الشاشة بدون فورمات عن طريق هذا البرنامج. اوكي، ثم نضغط على تست يلوك. هذه الضغط عليه ثم سوف يتم عمل اعاده تشغيل الجهاز والهاتف. ومبروك عليك، تم كسر كلمة السر بنجاح. وهنا لديك اوامر غيرها. برنامج او اداة جميل جدا.